سلام تلمان، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله ودائما في اطار الوصفات والشهيوات الصيفيه الخاصه بالصيف وبالحراره، سبق لي وشاركت معكم مجموعه ديال الوصفات من اطباق صيفيه خفيفه، من ساندويتشات كذلك خفيفه بحشوات مختلفين. شاركت معكم كذلك طريقه تحضير خبز ساندويتشات غير مؤخرا، شاركت معكم خبز شباطة، وكذلك العام اللي فات شاركت معكم طريقه تحضير الباغيت او لا بان تراديسيون. فاليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد الساندويتشات هادو، غادي نشارك معكم كذلك في نفس الفيديو طريقه تحضير هاد الخبز ديال الساندويتشات اللي كتشوفوا معايا دابا في الفيديو، بواحد الحشوه اللي كتجي رائعه مختلفه تماما. بقوا معايا ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه تحضير ساندويتشات الدجاج. اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله هي تحضير الخبز ديال الساندويتشات اولا الباغيت على شكل ساندويتش. عندي هنايا في اناء قياس 430 مليلتر ديال الماء، بما انه صوبت هذا الخبز هذا في الصيف فدرت الماء من الروبيني عادي لانه درجه الحراره عاليه بزاف. الا صوبتوا هذا الخبز في الشتاء كدفيو الماء شويه، زدت على هذا 430 مليلتر ديال الماء معلقه كبيره ديال العسل، تقدروا تعوضوها بمعلقه كبيره ديال سكر حبيبات او سكر سنيده. زدت هنايا 5 غرام ديال الخميره الخاصه بالخبز، كانت عندكم الخميره حبيبات في حالي الخاصه بالخبز اولا الخميره الفوريه كديروا 5 غرام، كانت عندكم الخميره طريه اولا الخميره المعجنه كديروا 12 غرام. حركت هذوك المكونات حتى انسجموا مع بعضياتهم وزدت عليهم هنايا الدقيق، فغادي تحتاجوا قياس 540 غرام ديال الدقيق، سواء كتخدموا بدقيق الفورس الخاص بالخبز او دقيق الفورس الخاص بالحلويات يكون نوع مزيان. بقيت كنحرك كتحركوا غير بمعلقه ديال العود، ما محتاجين لا عجانه لا ماكينه لا روبو لا حتى شي حاجه، حتى يديكم ما تقدروا تستغناو على الخدمه بيديكم، دلكوا بيديكم غير معلقه ديال العود قضيه غرض. فهنايا من بعد ما نسجموا المكونات كتحصلوا على عجينه اللي كتكون كتلصق او لا ستيكي. هنايا غادي نزيد الملحه، فشخصيا زدت معلقه صغيره ونص ديال الملح، نتوما كتملحوا بالطريقه اولا بالقياس اللي بغيتو. خلطت مزيان سجمت الملحه، غادي نغطي الخليط ونخليه على جنب كيخمر مده 15 دقيقه اولا ربع ساعه غير في الكوزينه. من بعد ما خليته ارتاح 15 دقيقه كيبدا كيطلع الخبز هكذاك وكيبدا كيخمر، غادي ناخذ شويه ديال زيت الزيتون غادي ندهن بها يديا غير باش ما يبقاش الخبز اولا العجينه كتلصق ليا في يديا حيت كتكون مرخوفه واحد شويه. وغادي نبدا نفولدي في هذه العجينه. شنو هو الفولداج؟ سبق لي وشاركت معكم الفولداج في خبز الشباطه الايطالي وبزاف منكم جربوه ونجحت الوصفه وبعثوا لي التطبيقات ديالكم في الانستغرام. فالفولداج هو ملي كنبدا نخدم العجينه هكذا كنجمع لها الوسط ديالها نهزها الفوق ونتني لها الجناب ديالها لداخل. هذه الطريقه كتمكن العجينه انها يدخل لها اكبر قدر ممكن ديال الهواء باش كتجي مهويه. كذلك الدقيق تتعاونوه باش يطلق الجلوتين ديالو، كتشوفوا محدو كيطلق الجلوتين وهو الوجه ديال العجينه كيملاس، فبالتالي كتحصلوا على خبز اللي ناجح كيجي تماما فحال الخبز ديال الساندويتشات اللي كيتباع في المخبزات وكيتباع غالي، فانتوما كتصوبوا في الدار بطريقه مبسطه وبشكل احترافي. هنايا من بعد ما فولديتها تقريبا شي 10 ديال المرات حتى ولا الوجه ديالها ملس، غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح مده نص ساعه اولا 30 دقيقه. هنايا كتشوفوا ارتفعت وتضاعف الحجم ديالها. غادي نعاود ندهن يديا بشويه ديال زيت الزيتون اولا الزيت البلديه وغادي نعاود نفولدي هذيك العجينه. كي كتشوفوا كنهزها من الوسط ديالها كنطلعها لفوق اولا كنجرها وكنجمع لها الجناب ديالها لتحت، وكتبداو كدوروا الاناء وانتوما كتهزوا العجينه من الوسط وانتوما كتدخلوا ليها الجناب ديالها. كديروا هاد العمليه هذه لانكم تهزوا العجينه وتفولديوها تقريبا واحد 10 ديال المرات. صلع النبي دابا كتشوفوا راه ما حد كنخدم فيها والوجه ديالها كيملاس، وكذلك العجينه كتولي عامره بالفقاعات حيت كيدخل ليها اكبر كميه ممكنه ديال الدقيق. هنايا غطيتها وخليتها ترتاح مده 4 ساعه. من بعد 4 ساعه غادي ناخذ هذا البيغيكس، كتاخذوا بيغيكس اولا اناء يكون مستطيل اولا مربع، شكل المستطيل اولا المربع ديال الاناء فاش غادي تخليوها تخمر كيساعدكم باش تشكلوا الخبز بطريقه بلا ما ديغازيوه بلا ما تخرجوا منه هذوك لي غاز، حيت هذوك لي غاز هما اللي كيخليو الخبز كيجي كيشهد من الداخل كله مخرج. فانا هنايا خديت هذا البيغيكس هذا ما دهنوه ما حتى شي حاجه،
كتاخذوا العجينه كتخويوها في هذاك الاناء وكتحاولوا انكم تجروا لها الجناب ديالها باش تاخذ الشكل ديال الاناء اللي خويتوها فيه. غادي نغطي العجينه ببلاستيك غذائي او لا بالفيلم اليمونتير وغادي نخليها في درجه حراره المطبخ تخمر مده ساعه. من بعد ما دازت ساعه كتشوفوا الشكل ديالها. غادي ناخذها من بعد ما دوزت ساعه ديال الخميره غادي ناخذها وندخلها للثلاجه نيشان ونخليها تبات ليله كاملها كتخمر في الثلاجه حتى لغد ليل ان شاء الله. كتاخذ تقريبا واحد 12 ساعه. هنا الشكل ديالها من بعد ما دوزت ليله كاملها في الثلاجه كتجي هكذا. فانتوما ملي كتخليوها تخمر ساعه راه كتكون طالعه، ملي كتدخلوها للثلاجه كتبرد كتولي عمليه الخميره بطيئه بسبب درجه الحراره اللي كتكون بارده. فهنايا غادي ندوز دابا للتشكيل ديال الخبز. خديت سربيته رشيتها بطبقه شويه ترشوا شويه ديال دقيق الفورس فوق من هذيك السربيته باش كيسهل عليكم العمليه ديال التحراك وديال التشكيل ديال الخبز. قلبت هذيك العجينه بهذا الشكل كي كتشوفوا فوق من هذيك الكميه اللي درت ديال الدقيق. حاولوا انكم ما تكثروش الدقيق بزاف غير شويه الجهد اللي ما تلصقش لكم العجينه وما تمحنكمش وقت الخدمه. فهنا من بعد ما خويت العجينه غادي نرش كذلك على الوجه ديالها رشه خفيفه ديال الدقيق. غادي نحاول انني نحفف لها الجناب ديالها هكذا غير بيديا باش تاخذ شكل مستطيل مقاد. وغادي نبدا كنقطع في الباغيت بهذا الشكل. الشكل اولا الشيب ديال لي باغيت ديالكم كيبقى على حساب الذوق ديالكم، كيفاش نتوما بغيتوا هذا الخبز، كيفاش بغيتوا هذوك الساندويتشات. انا وعد بلا ما قلت انا غادي نديرهم على شكل باغيت حجم متوسط كيجي بحال الكومير، غير هو هذا كيجي بنين وحسن من الكومير بمئة الف درجه، غير الشكل ديالو كيجي كيحمق. فانا هنايا كنقطع القطع ديال العجينه، كنكحز العجينه، كناخذ شي حاجه كنكالي بها العجينه هكذا وكنهز العجينه من الجنب الاخر بالسربيته اللي لتحت. هاد العمليه كتسهل عليكم الخدمه بزاف. فهنايا كتشوفوا الطرف ديال الباغيت اللي قطعتو كنكحزو بحال هكذا، كنجيب شي حاجه باش نكاليه من اليمين وكنهز السربيته من اليسار باش كتجيني الخدمه سهله وعمليه كتستمروا بنفس الطريقه حتى كتكملوا التشكال ديال الباغيت ديالكم. الكميه اللي شاركت معكم اليوم الا بغيتو ديروا نفس هاد الباغيت اللي صوبت بنفس الحجم فكيعطيكم 4 ديال الحبات ديال الباغيت. نتوما الا بغيتو كميه اكبر ما عليكم الا تضاعفوا المكونات. هنايا الباغيت اللي قطعتها كنحطها في اللاطه اللي سبق ليا وفرش ليها ورق الطهي. من بعد ما كتسالوا التقطاع ديال الباغيت كتحاولوا انكم تقادوا ليه الشيب ديالو، كتقادوا ليه الجناب هكذا، الا شي جنب خارج شي حاجه ماشي الشكل ديالها ما مقادش كتقادوها هكذا غير بيديكم. من بعد ما كتفينيو الشكل ديال لي باغيت ديالكم حتى لهاد المرحله حتى كتكملوا الفينيسيون عاد كتشعلوا الفران ديالكم كتخليوه يسخن على درجه حراره 250 سلسيوس، كتشعلوه غير من التحت، شعل غير من التحت. الناس اللي عندهم فونتيلاتور او لا لا شالور تورنونت خدموها ماشي مشكل، ما عندكمش ماشي مشكل تقدروا تستغنوا عليها. فغادي نخلي الفران يسخن مزيان على 250 درجه حتى يسخن ديال بصح. من بعد ما كتاكدوا انه سخن كتدخلوا لي باغيت ديالكم للرف الوسطاني وكتخليوهم كيطيبوا كياخذوا من 25 دقيقه حتى نص ساعه باش في الاخير كتحصلوا على خبز باغيت بهذا الشكل احسن 100 الف درجه من الخبز اللي كيتباع في المخبزات وفي المحلات التجاريه. كيجي بنين كيجي مقرمش ومقرمل من برا، كتشوفوا كنضربوا الباغيته كيتسمع الصوت ديالها تيجي شكل ديالها هكذا مقرمشه من برا ورطبه من الداخل. صلعن بي دابا كملت التحضير ديال الخبز. غادي نغطي هاد اللاطه هادي نحطها على جنب وندوز باش نصوب الحشوه. بالنسبه للحشوه ديال هاد الساندويتشات عندي هنايا كاسرونه درت فيها قياس واحد 4 المعالق كبار ديال الزبده من اصل حيواني من نوع ممتاز. غادي نحك عليها من 3 حتى ل 4 دروس كبار ديال الثومه اولا كدقوا الثومه. زدت هنايا نص معلقه صغيره ديال السمن الحار اولا سمن بودرة الخاص بالسكسو ودرت هاد الكاسرونه هادي على عافيه مهيله باش تذوب هذيك الزبده. خديت هنايا صدر ديال الدجاج، فشخصيا درت 4 طريفات ديال صدر ديال الدجاج قطعتهم هكذا على شكل شرائح كتملحوهم تديروا القياس الكافي ديال الملحه ديالكم. زدت عليهم قياس نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الثومه بودر او لا الثوم المجفف على شكل بودره. غادي نحرك هاد الدجاج مع الملحه والبزار والثومه بودر حتى كينسجموا وغادي نجيب هذيك الخلطه اللي صوبت ديال الزبده اللي من السماء
بالثومه وبالسمن الحار غادي ندير نص الكميه على هاد الصدر ديال الدجاج. غادي نخلط مزيان حتى يتشرب هذيك الشرموله كاملها. غادي نغطيه ونخليه على جنب يرقد بيد ما نوجد كاع داكشي اللي غادي نحتاج ليه في هاد الحشوه. تقريبا دازت واحد نص ساعه خليت فيها هذاك الصدر ديال الدجاج رقد بيد ما قطعت الخضر اللي غادي ندير معاه. هنايا خديت مقله على عافيه متوسطه تكون ما بين متوسطه حتى المجهده، ما درت فيها لا زيت لا حتى شي حاجه. هذيك الزبده اللي زدت كشرموله على هذا الصدر ديال الدجاج هي فاش غادي نطيبو، ما غاديش نكثر الدهنيات، غادي يطيب في ديك الزبده فاش ترقد. فعلى عافيه ما بين متوسطه حتى المجهده غادي نبقى كنشحر هذا الصدر ديال الدجاج هذا، نديه ونجيبو حتى يبدا يطلق الماء ديالو. وبمجرد ما كيطلق الماء كتنقصوا عليه البوطه، كتغطيو المقله اولا الطنجره ديالكم وكتخليو الدجاج حتى كيطيب وكيولي فتي زبده. صلعن به هنا من بعد ما طاب الدجاج، وديما على عافيه مهيله غادي نحيد هذا الصدر ديال الدجاج، هاد الطريفات هادو غادي نحيدهم نصفيهم نديرهم في اناء ونخليهم على جنب. وفي نفس المقله فاش طيبت الدجاج غادي نطيب الفلافل. عندي هنايا كميه ديال الفلفله حمراء والفلفله صفراء، تقدروا تزيدوا فلفله خضراء، كما يمكن لكم ديروا الخضر اللي بغيتوا، الذرة او لا خيزو مقطع شرائح او لا القرعه خضراء، نتوما كيبقى على حساب الذوق ديالكم. من بعد ما كتزيدوا الفلفله كتجهدوا شويه العافيه، كتخليوها على مستوى متوسط وكتبقاو تشحروا في هذيك الفلفله اللي مقطعه شرائح، كتديوها وتجيبوها حتى دبال وكيدخلها الطياب. صلعن بي في هذه المرحله ملي كدبال وكطيب الفلفله كتنشف كتوقف في ليدام، كتزيدوا دوك الطريفات ديال الدجاج وكتزيدوا عليه قياس واحد جوج معالق حتى ثلاثه معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس مقطع رقيق، كتطفيو العافيه وكتزيدوا الفرماج اللي بغيتوا. تقدروا ديروا في حالي درت خليط ما بين فرماج احمر محكوك والفرماج شيدار محكوك، تقدروا ديروا غير نوع واحد كيف ما يمكن لكم تشكلوا في الفرماج اللي بغيتوا. فتقدروا ديروا مثلا الموتزاريلا اولا غير في الفرماج الاحمر بوحدو، هادشي كيرجع لكم. من بعد ما زدت الفرماج وطفيت البوطه حركت مزيان وخليت الخليط على جنب، خديت هنايا الكميه اللي بقات ليا ديال الشرموله ديال الزبده والثومه وزدت عليها شويه ديال القزبر ومعدنوس، قياس واحد معلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس حتى جوج معالق كبار. صلعن بي خلطت المكونات كلشي واجد عندي. دابا غادي ندوز للمونتاج اولا التحضير ديال الساندويتشات. كتاخذوا الخبز من بعد ما كيطيب وكيبرد مزيان، تقدروا تخدموا به هو سخون، كذلك تقدموا ساندويتشات كيطيب الخبز جبدوه هو سخون وتعمروه كيجي شهوه منه. هذا الخبز هذا الله يجعلكم ما تاكلوه غير بالزبده والعسل وتاي كيجي رائع، بنين 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 بزاف. فغادي نقسم الباغيت باش تشوفوه من الداخل كي كيجي، هذا هو الشكل ديالو، كيجي شهده كيجي بحال البغرير، كله مخرج كله متقب، ومن الداخل تيجي رطب رطب رطب، ومن على برا كيجي مقرمش. كتسمعوا ديك التقرميشه كي كتعضوا في الساندويتش ديالكم كتسمعوا التقرميشه ديال الخبز. صلعن بي غادي ناخذ هاد الخبز هذا، اول حاجه غادي ندير ليه هي ديك الشرموله ديال الزبده اللي من السما بالثومه وزدت عليها القزبر ومعدنوس. غادي كل ساندويتش كندير فيه قياس واحد معلقه صغيره حتى جوج معالق صغار ديال هاد الشرموله هذه، كتسرحوها مزيان في هذاك الخبز كيتنسم وكيجي بنين بزاف بهذيك الزبده والثومه السمن الحار والقزبر ومعدنوس. وهنايا كتجيبوا الخص، اي نوع ديال الخص عندكم، فريزي غوما الخص البلدي اي خص عندكم ديروه. كندير هنا شويه اولا طبقه ديال الخص، غادي نزيد شويه ديال الفرماج اولا الجبن الخاص بالساندويتشات، كديروا اي ماركه عندكم تقدروا تستغنوا عليه الناس اللي ما بغاوش فرماج. وغادي ندير هذيك الحشوه ديال الدجاج بالزبده والثومه تكون باقيه شويه سخونه. اخر حاجه كتصوبوها هي الحشوه باش كي كطفيو عليها كتعمروا بها الساندويتشات باش كتقدموا الساندويتش يا اما سخون اولا دافي. غادي ندير الحشوه ديال الدجاج كما قلت لكم بهذا الشكل، الفيديو راه واضح وباين ما كاين حتى شي حاجه معقده. غادي ندير من الفوق شرائح ديال الجبن اولا الفرماج ديال الساندويتشات، وغادي نغطي هذاك الساندويتش بالقطعه الفوقانيه ديالو، وغادي نكمل بنفس الطريقه. غادي نخدم غادي نسم الخبز كمرحله اوليه بهذيك الشرموله ديال الزبده الثومه السمن قزبر ومعدنوس، غادي ندير الخص شرائح ديال
الفرماج، الحشوة ديال الدجاج بالفلافل والفرماج من الفوق، ونغطي ساندويتش. وكتقدموا ساندويتشات ديالكم بالصحة والراحة، كيجيو من داك الشرفيع، الحشوة من الداخل كتجي بنينة كتحمق، داك الدجاج كيجي من السم بديك الشرمولة ديال الزبدة الثومة والربيع، بالخصوص إلا زدتو هذيك اللمسة الخفيفة ديال السم الحار كيجي فيهم مذاق بحال البارميزان. أما إلا درتوهم في هاد الخبز اللي شاركت معكم اليوم، شوفوا لي الخبز كيجي كيشهد من الداخل كله مخرج، فكتزيدوا لهاد الساندويتش هذا جماليه وواحد المذاق كيجي رائع بعد الخبز هذا. كيف ممكن لكم ديروا هاد الساندويتشات هادو باي خبز عندكم، باغيت اولا كومير اولا اي حاجه. نتمنى من الناس اللي غادي يجربوا هاد الوصفه كما جرت العاده، خليوا لي التعليق ديالكم في الفيديو، ارسلوا لي التطبيقات والصفحه ديالي في انستغرام. ما بقى نقول لكم صحه وراحه، الا عجبتكم الوصفه ديال ساندويتشات الدجاج بالشرموله الزبده والثومه ما تدخلوش عليا بلا لايك لي كومونتير. الناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم جديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جاي، على بروشين، تشاو.